حياكي حلو، وعنا احنا مركز جماهيري حلو اللي انا بيجي 10 سنين هون واكثر، وكنت من لجنة كمان النساء. بنعمل فعاليات حلوة، بنعمل زيارات بالبلد، عنا كمان دورات بكوبات حليم، يجي عنا كلالية لأمية، عنا أشياء بتجنب بالبلد أحلى من أبو سنان ما في. هسا اللي عم برجع لحياك دير بالك، الشغل القديم أحلى إشي، تطريز، وأنا بحب التطريز، بحب كل إشي. كنت أحييك أمانة على السياخ مش على الصنارة. اليوم إيش الفرق؟ فرق أنا بعرفش على الصنارة، أما على السياخ كنت أشتغل وبطلت من زمان. إسا هاي حلو، هاي على الأصابع عادي. بتشوفي إنه مهم جدا نعزز هاي الثقافة، التراث، نخليه معنا؟ ليه مهم لإلك كان اليوم؟ كتير حلو، كتير حلو، وهون كتير يعني نقعد بنشوف بعضنا، نقعد من داون نشرب قهوة ومحاضرات، جبونا دكاترة، بجبونا محاضرين. لا كتير حلو، كل عام والناس كلها بخير، وإن شاء الله الناس كلها بتحب بعضها، ويبطل هذا العنف، يخلص العنف هذا. على كل يوم قتيل وكل يوم تنين. هاي أنا بحيك يعني قبل ما أتجوز، أنا بحيك كتير كتير، وهون الأخت تبرعت هي جبت من هذا، مبسوطين كتير هم بالنادي. ايش الحياكه اكثر كنت تحيكوا؟ الجاكيت، القميص، الفستان؟ هذا لا شال. كنت احيك جرازه، شالات، كل شيء، كل شيء بعمل اقراص، اقراص هيك انا اسست لي للبيت. بتشوفي انه هاي الثقافه هيك، هاي الاشياء كتير بتعيش بيناتنا نحييها؟ كتير كتير حلوه، كتير حلوه للفكر للايدين، وحلو تشتغل انت تشوف شغل الايدين. والله انا بحب ينتهي بخير ان شاء الله، والسنه الجاي كمان تكون بخير ان شاء الله على الجميع. كانت الاشي كثير صعب على اساس انه في هون قسم كبير من النساء اللي بتعرف تحيك، يعني هي فنانه في الصناره. بس هون اخترنا اشي اللي جديد عليهم، هذا خيط جديد نسبيا طلع في السوق، وأساس إشي جديد أول مرة بيستعملوا إنه ممكن إحنا نحيك من دون صنارة، من دون سياخ. هوني أعطيناهن في الإيد، في الأصابع، مررنا لصبايا صغار أصغر من 20، وكان كثير كثير حلو وكثير حبوا، عملوا شال وطقية، وكان في تلهفوت كثير، يعني كثير الأولاد شغف إنه بدين يخلصوا، بدين يتعلموا بعد. كان كثير كثير لقاء حلو هون مع النساء اللي بيعرفوا كمان في الصنارة، كمان أبدعوا كثير حلو، وحسوا يعني أخذوا إشي كثير كثير حلو. والحمد لله إحنا جينا نحييك هون، بنقعد بنقضي وقت ترفيهي ممتع هون، بنشوف الأحباب كلياتنا مع بعضنا، زي ما قالوا بدورات بيعملوا لنا إياها اللي إحنا فعالة معانا، يعني بنشتغل فيها، بيجيبوا محاضرات تقريبا تسلاي وتقضية وقت إلنا، يعني بعمل اللي هو يفيدنا. حامل اللفحة بإيدك أنت، حيك حاملة أو هاي حيكناها إحنا، مع إنه إحنا منحيك يعني قديما، منحيك أحلى من هاي، بس برضو كمان حلو للي بيعرف في الشغل. هاي بداية له كتير شغلة حلوة. اشتغلت شوي. كيف كانت الورشة؟ الحمد لله منيح. إيش عملتي، لفحة؟ يا لفحة يعني بعد ما كملتاش، بس بعد كنت أحيك وأنا صغيرة والله. ورجعت اليوم؟ إن شاء الله حلو والله، كتير بتسلى الواحد حلو.